المؤتمر اليوم والاجتماع هو حول إعمار قضاء سنجار المهم والعزيز علينا جميعا في محافظة نينوى. حضر الاجتماع ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أستاذ وليد وفريق العمل معه، وأيضا حضر الاجتماع ممثل الـ UNDP أستاذ ضياء المسؤول عن الـ UNDP في غرب نينوى، وكذلك رؤساء الدوائر في محافظة نينوى ورؤساء الدوائر الخدمية المناظرة في قضاء سنجار، وأقصد بذلك التربية والصحة والماء والمجاري والكهرباء والبلديات والدوائر الأخرى. اليوم اتفقنا بعد عدة اجتماعات متتالية من قبل المكتب الاستشاري الهندسي مع رؤساء الدوائر، صادق اليوم الجميع على رفع 69 مشروعا متنوعا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقرارها، ومن ثم أن تقوم منظمة الـ UNDP بتأهيل وإجراء وإعمار قضاء سنجار بخصوص هذه المشاريع التي ذكرتها 69 مشروعا موزعة في هذه القطاعات التي ذكرتها، منها مستشفيات، مراكز صحية، مدارس، كهرباء، محولات، مجاري، محطات ماء، سيارات لنقل الماء، وأمور أخرى متعلقة بالقضاء، منها مدارس أيضا ابتدائية وثانوية ومتوسطة. الغاية منها هو إعادة الاستقرار لقضاء سنجار وتشجيع النازحين للعودة إلى سنجار. رئاسة الوزراء مهتمة بهذا الموضوع، وإن شاء الله نصل إلى نتائج تفيد قضاء سنجار في مجال التأهيل والإعمار. احنا كبرنامج الأمم المتحدة المائي UNDP موجودين اليوم في اجتماع مع رئيس الهيئة الاستشارية لإعمار نينوى والدكتور مزاحم الخياط. هدف الاجتماع هو الدفع بعملية تحقيق الاستقرار في قضاء سنجار وفقا لتوجيهات الحكومة العراقية بهذا الصدد. يسعى برنامج UNDP الى المساهمة في هذا الهدف الكبير لتحقيق الاستقرار وعودة النازحين، كافة الناس إلى دورهم. ومن أجل هذا الهدف تم مناقشة المشاكل في كافة القطاعات الصحية، البلدية، الماء، المجاري، الكهرباء، التربية، وبحضور ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء في بغداد، لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية، زملائنا المهندسين من محافظة نينوى، مهندسي الدوائر الخدمية قدموا كشوفات بالذي مطلوب لتحسين خدمات في سنجار. احنا في برنامج الأمم المتحدة مع UNDP سنعمل على تحويل هذه المخططات إلى مشاريع خدمة لأهلنا وفقا للمتوفر وبما تقره وتوجه به الحكومة الاتحادية في بغداد. الحقيقة قام مكتب رئيس الوزراء، لجنة متابعة تنفيذ المصالح الوطنية، مكتب الأقليات، بالتعاون مع الدكتور مزاحم الخياط مدير المركز الاستشاري ومجموعة من مدراء الدوائر الخدمية، اجتماع لمناقشة مشاريع الخدمات قضاء سنجار اللي راح تنفذها إن شاء الله منظمة UNDP. ناقشنا القطاعات أغلب أو كل القطاعات، وناقشنا المشاكل والحلول، والجزء اللي راح يقدمه إن شاء الله منظمة UNDP راح تقدمه، والجزء اللي راح تقدمه الحكومة من ناحية إزالة التجاوزات على دور المواطنين والدوائر الحكومية.